السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف خدعة في موقع اسمه بريزي، بيعمل برزنتيشن بشكل جميل جدا. يعني بيبدأ مثلا يجيب لك شريحة واحدة وفيها أجزاء صغيرة، وبيبدأ يعمل زوم على جزء جزء، يعني في انتقال من شريحة لشريحة. هل ممكن نعمل الموضوع ده مع الباوربوينت عادي؟ لأن البريزي بفلوس، فاحنا عايزين نعملها بدون فلوس. طيب خلينا نروح كده للباوربوينت بتاعنا، ومن قائمة انسيرت هتلاقي عندك في اللينكس حاجة اسمها زوم. طيب هنيجي هنا، وممكن اقول له ان انا عايز اضيف سلايد زوم، وممكن تضيف دي بعض المشاريع اللي انا كنت اشتغلت فيها مثلا اهو، وتقول له انسيرت. تمام، ممكن بقى تاخد كل واحدة فيهم تخليها مثلا بالحجم دوت، ممكن تصغرها خالص او تخليها بالحجم الطبيعي زي ما انت عايز. تقدر ان انت تتحكم في حجم اي واحدة فيهم زي ما انت عايز. ممكن حتى تخليها صغيرة خالص، هو يبدأ يعمل زوم عليها. تمام، لو انت مش عايزها تظهر معاك في قلب الشريحة الأولانية. طيب خلينا نيجي كده ونقول له ايه، شغل البرزنتيشن بتاعنا، وهاجي ادوس هنا. بص بدأ يعمل زوم هنا، وادوس مسطرة بدأ يروح للشريحة اللي بعدها، فعمل لي التأثير الجميل دوت بسهولة جدا وبشكل ظريف. تمام، لو خلص بقى الشرايح يبدأ يشوف آخر شريحة كانت موجودة ويعرض لك اللي بعديها على طول، لكن هو عرضها لي بشكل ظريف وشكل جميل، أتمنى يعجبكم.